هذا هو السيت، يعني سيت صهيوني فيه ارتيكل يحكي على حركة النهضة ورشد الغنوشي، يعني ناس تشكر، قالك مديري وباش يتبعوا الموديل الترك، فهمتني؟ ورشد الغنوشي باش يطبق يعني نظرية جديدة متاع الحركات الإسلامية. السيت هذا معروف كونه سيت صهيوني 1000%، يخدم في الحركة الصهيونية، ينشر في معلومات وديزارتيكل اللي معناه يحاميه على إسرائيل، فهمتني؟ معناها وكل شيء، معناها علاش انا نصور في السيت توا، انا مانيش موجود في تونس. دونك برشا بعثولي قالوا لي راهو السيت هذا سانسوري في تونس، السيت هذا سانسوري، هاو معناها على عينيكم باش تزيدوا تشوفوا، فهمتني؟ How about us؟ يعني شنو هو السيت بالضبط، فهمتني؟ السيت هذا قالك، فهمتني؟ بالكاشف هما حراس الملك داود، هاو الشعار متاعهم، فهمتني؟ سيت صهيوني، يعني السيت هذا ما يوصلوا يشكر واحد ويحكيوا عليه معناها بالباهي إلا ما يكون معناها واثقين منه اللي هو معاهم، اللي هو باش يخدم مصالحهم في المستقبل. السيت هذا صارت له سانسور في تونس، دونك فهمتني؟ سانسور هذه يعني تبين بالكاشف اللي فما يعني نهضويين في الأجنس التونسيان دو الانترنت، فهمتني؟ هاو ما تعرف ويحكم سيت صهيوني، ويشكر في راشد الغنوشي وفي حركة النهضة، يعني الجبالي وقت اللي مشينا لأمريكا ما هوش يلعب، عملوا معناها اتفاقيات ووضحوا أمورهم، وممكن راهم قبضوا فلوس أمورهم طيبة، معناها توا السيت هذاك يقول فيهم كلمة باهية، معناها راهو ليزامريكان باش يوليو معاهم، والناس الكل معناها فهمتني باش يساعدوهم، فهمتني؟ راهو نزيدو نشوفو، فهمتني؟ هذا السيت سانسوري، نذكرو اللي هو سانسوري في تونس، فهمتني؟ تونيزيان اند موديريت اسلاميست راشد غنوشي سيز ات اول، يعني هذا فهمتني باش يعني ارتيكل تحفون ياسر، ارتيكل متاع بروباغاند، فهمتني؟ وهذا السيت نذكرو اللي هو 404، رجعنا لوقت بن علي، يعني مشى بن علي طلعت لنا النهضة توا، فهمتني؟ سانسور على الانفورماسيون، فهمتني؟ هاكا ارتيكل يشكر بالبنت العريض، فهمتني؟ يشكر ويشكر ويدافع على سي الشيخ راشد الغنوشي، معناه يدافع عليه ويوري اللي هو معناها مديري، قالك معناها أموره باهية. دونك هاو على عينيكم، معناها إن شاء الله تفيقوا، إن شاء الله ما تخليوش دكتاتور جديدة معناها تشد بلاصت بن علي، خاطر هذوما النهضة كي مرض الكونسير، معناها يسون بارتو، عندهم لي مويان، معناها الفلوس اللي مش واضح منين جاية، وناس معناها فهمتني جاية. الراجل كان في بريطانيا معناها 40 عام، باردون، كان في بريطانيا 20 عام، فهمتني؟ هي 40 عام من اللي توجدوا هذم
المرض هذا فهمتني، وجا توا يحب يركب على الثورة فهمتني، وكما رجلوا مورو مع الإسرائيليين الأمريكان مع اللوباش الكل مع لي بارازيت الكل مع الإمبرياليست الكل فهمتني، وقال شنو إسلام ويدافع على الإسلام ولغة يتوانسى يهديكم ربي ويلي تبعوا في حركة النهضة، فيقوا يرحم والديكم، رانا ما عادش نجمو، راهو البلاد هذيا معناها لا ديكتاتور واحد، والناس معناها اللي جايين يركبوا يمصوا لنا في قلوبنا، وكل مرة يطلعوا لنا بحكاية، هاو كان الحزب الاشتراكي الدستوري من بعد التجمع طلعوا الطرابلسية جاونا النهضة توا، يرحم والديكم معناها فيقوا، راهي النهضة غشة كبيرة معناها يرحم والديكم وربي يقدر الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.